هتلاقي في اي دوري في العالم اللي بتاع السنه اللي جايه نزل السنه اللي جايه. طب ليه يا جماعه؟ انا ليه ما ينزلش طالما انت حضرتك مصمم تلعب المباراه في ميعادها ويوم 24 والدنيا زي الفل، ما تنزل لي الجدول لنهايه الموسم، ما عندكش اي مفاجآت، سكن كل الانديه اللي بتلعب في افريقيا لحد النهائي مفيش مشكله، وفين الماتشات الباقيه سكنها لي. يعني يا جماعه نشتغل، اللي رايح مكان ده يشتغل، مش كل واحد جايب صحابه ويسافر بيهم ويروح بيهم ويجي بيهم، احنا جايين نشتغل، احنا جايين نتفسح. هي الناس لما بتخش اي مجال انتوا جايين تتفسحوا، وفي الاخر تقول لك اصلي والحكايه والروايه واحنا واساء الكلام دوت لينا، ما انتوا اللي بتعملوا، فين الاساس اللي بتحطوه؟ ما تبني عماره حط الاساسات بتاعتها صح، لو الاساسات بتاعتها طلعت صح العماره هتطلع صح. عايز تغير؟ هتغير في شباك، في بلكونه، في واجهه، لكن عندك الاساس، انما انت ما عندكش حاجه خالص. ما عندكش حاجه خالص. ما عندكش حاجه. مفيش، أول ما بتحصل مشكلة نعمل إيه؟ نروح فين؟ نيجي منين؟ لجنة المسابقات في مندوب عنها؟ لا أصل لجنة الحكام، إيه ده؟ لجنة الحكام مفيش حكم كان بيراقب، نعم، كابتن جمال غندور فين؟ أصل كان مسافر، ليه؟ بعت واحد مكانه والراجل اللي مكانه ما راحش. إيه؟ إيه ده؟ ويطلع كابتن أحمد الشناوي حكمنا الدولي اللي أنا بحبه جدا 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 جدا. يقول لك هو كابتن جمال الغندور ده انا سمعته بالصدفه وانا بحب جدا كابتن احمد الشناوي، بس الكلمه وقفت في زوري. الكابتن جمال الغندور لو كان راح كان هيفيد بايه؟ معقوله كابتن احمد الشناوي؟ انت بتحب الكابتن جمال الغندور كده؟ ده انت بتخلص عليه. انا عارف ان انت بتحبه، يعني هي الموضوع ماشي، لو انا حابب الكابتن جمال اتغاضى ليه عن اي حاجه، لو انا ما بحبش كابتن عصام عبد الفتاح ادوس فيه واطلع فيه. هو ده المبدا عندنا دلوقتي؟ ده صاحبي، ده اخويا، ده حبيبي، غلط اهدى عليه، ولو ده مش صاحبي اطير رقبته؟ هي دي الكوره في مصر بجد؟ حضرتك قلت النهارده وانا سمعتك كابتن جمال الغندور كان هيفيد بايه؟ اهو حصل كارثه، حصل مشكله كبيره. وجوده كان هيبقى مهم جدا 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 يا كابتن احمد. انا اول مره اذكر حاجه بالاسم، لكن عشان انا بحب الكابتن احمد الشناوي، بحبه جدا على مستوى التحكيم، كان حكم دولي وحكم محترم ومحلل رائع، حاجه جميله جدا. بس اتفاجئت من الكلام اللي حصل ده النهارده، يعني فوجئت. فمش دي القصه، مش هنركز في الموضوع ده، في حاجات كتير عايز تتغير. المسؤول عن كرة القدم ده لازم يعرف أبعادها إيه كويس قوي، يا يعرف أبعادها كويس قوي يا ما يشتغلهاش. يعرف أبعادها، إن هي في الآخر بتخش في الجماهير، بتخش في مشاكل، فلازم أنا أكون مهيئ المناخ الصح للأندية بتاعتي، ما أخشش في عداءات مع الأهلي والزمالك، ما أخشش في عداءات أبدا مع الأندية بتاعتي، كلكم بتكملوا بعض، كل الأندية واتحاد الكرة كلها منظومة واحدة، من اول وزير الشباب والرياضه لاتحاد الكوره، النادي الاهلي الكبير، نادي الزمالك الكبير، نادي الاسماعيلي الكبير، نادي المصري الكبير، عندنا انديه كبيره، الانديه الشعبيه دي انديه كبيره، كنز عندنا،